بسمع صوتك مال الدنيا وتعز الليل، وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل. وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وتعز الليل. ساعات بتمنى اني اشوف او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل. وما بين لحظة وبين التانية بسمع صوتك مال الدنيا وفي عز الليل. وساعات بتمنى اني اشوفك او حتى اشوف منك طيفك مع حلم جميل. وما بين لحظة كلمني كتير، اما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك، اما تقرب انا بتونس بيك. النجم الفنان صلاح الشرنوبي، لو تتذكر كنا عاملين برنامج اسمه بروفا لو تفتكر زمان، وكنت واخدة منك أكتر من بروفا لحضرتك ومعاك الفنانة الجميلة وردة. الحقيقة أنا عايزة أتكلم عن وردة في البروفا. قولي، كانت بتحب تغير جملة، بتحب تغير كلمة؟ لا، هو التغيير كان ممكن يتم أثناء في البيت عندها واحنا بندندن بنسمع اللحن الجديد. وبالمناسبة هي اللي عملت التغيير، تعديل القفلة بتاعت بتونس بيك اللي هي أنا 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 بتونس بيك وأنت معايا. هي دي القفلة دي من إبداعها هي، من إبداع حضرتك. كنت عاملها إزاي أصلا؟ أنا كنت قايل لما تقول صوتك صوتك يونسني، وفي البعض بيحرسني، والشوق ينادي لك جوايا جوايا. انا بتونس بيك حاجه كده. بس ما كانتش حلوه بيني وبينك، صح؟ هي كانت عندها حق، فطبعا كان عظمه منها وعبقريه منها، عشان انا لسه كنت يمكن مبتدئ، فيمكن كان في حاجات بسيطه كان لازم هي يبقى الروتوش بتاعتها. طبعا يعني استفدت بعملك مع الفنانه ورده، استفدت كتير؟ طبعا 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 استفدت شرقيتها وجرأتها، وعلى فكره يعني طمنتني على نفسي على الاقل في البدايه. يا سلام. ايه الجمله الجميله دي؟ انا مش عارف انا فين. انا دايما الفنان ما بيبقاش عارف قدراته الحقيقيه، لما يبقى في استحسان من اللي حواليه، وخاصة من نجوم مثل ست وردة، فأكيد الواحد بيبقى مطمن على نفسه وبيديله دفعة أكثر في ثقة بالنفس أكثر بعد كده. بتتكون صداقة بين الملحن وبين المطرب؟ جدا طبعا، جدا جدا جدا. النجاح بيجيب ثقة، بيجيب حب، بيجيب عشق، بيجيب صداقة، بيجيب كل الحميمية اللي خلقها ربنا. طبعا حزنت على الفنانة وردة زي ما كلنا حزننا على الفنانة وردة. يمكن اكيد طبعا، انا يعني لما تلقيت الخبر في سويعات الوفاة بتاعتها، فانا لقيت نفسي بجري على بيتها
وبطلع الأوضة اللي كانت بتنام فيها، وبقبل جبينها وحاجات كتيرة أوي. يمكن ده كان باين في الجنازة بتاعتها، صحيح. اللي احنا بنأسف طبعا للست وردة في مشروعها الأخير، إن احنا كانت وفاتها في توقيت صعب في مصر أيام الدربكة بتاعت أيام الرئيس الثورة العسكري، صحيح. ما اتعملهاش التأبين المناسب يعني. بس بعد كده عملنا تأبين لها، صحيح. حفل في الأوبرا، واتعمل لها عزاء خاص برضو، اتعمل حاجات حلوة كتير بعد كده تليق بمكانتها وبتاريخها العريق يعني. طيب النجم الفنان الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، يا ترى كان في بعض الأغنيات اللي تم تلحينها فعلا للفنانة وردة من حضرتك وانت محتفظ بهذه الألحان وهي ما غنتهاش لسه؟ لا، في على فكرة أنا نماذج عارفة إن في انا، ألحان اتلحنت لها أصلا يعني. لا في نماذج انا كان نفسي قوالب تغنيها لست وردة، لم اكن لسه عرضتها عليها، لكن ما حصلش نصيب. يمكن الدنيا كانت بتتغير سنة بعد سنة، وكان السائد في ده لان خلصت الناس تعويضه مني على بتونس بيك وحرمت حبك ونار الغيرة ومواسم الاغاني البسيطة. يمكن كان دي وجهة نظر ابنها الجميل رياض، ان هو عايز الاغنيات اللي هي يعني تعمل ريزونانس او توافق مع الاجيال الجديده، الشباب والاطفال. كان لان دي كانت مرحله الحمد لله اضافت لينا انا والست ورده جماهير جديده لم تكن يعني بتسمعها. يمكن الشباب الصبية البنات الصغيرين، حتى بتلاقي مثلا في الحفلات الكبرى في قرطاج في تونس تلاقي البنات الاندر ايج كلهم، الولاد الاندر ايج أي بيسمعوا بيرددوا اغانيها. يمكن هو